عيال واش شي واحد دار يدو بالميلي وقال الباع مساكين راه في الشتا والعرض وفي العلا وفي الشمس نهائيا ديال ونضنا من التشخيص شخصنا الموضوع ديال الباعة عملنا 8 نقاط في المدينة حرام شي مجلس وعمل شي ديال الناحية وإلا قلت لك نجيب في المصعب تشوف وتعارض الاتفاقية اللي دار وزارة الداخلية ووزارة التجارة لن تستفد من أكثر من ولا ما يقدرش المبادرة الوطنية اللي بنات أسواق المغرب كامل إلا قصد دار واحد التدخل محتشم المعسكر القاضي المعسكر من المحلة اللي دابا راه كاين واحد القبر اللي ضرب سما وعلى الكذوب تاع جميع ولكن على الصح هذيك الشعب على الصح مزيان الجمعيات اللي تعاملنا معاهم لا السوق الرجال ولا الحي السلام ولا المعسكر القديم كان خطا اسمعني وعملنا اتفاقيه مع جميع الجمعيات وهما مع السلطه اللي جابوا اللوائح ونعاونوا 5000 درهم كاين شي واحد ما دارتش اقصر السابقة اتصلت به وسجلها وعملنا الكثير من يبقى من الشمال واحد نجم كبير 13 من درهم 13 من درهم وقع ارتفاع ديال الحديد ماشي من الاخرين ماشي بالثمن ذهب ايامات اللي كان ارتفاع ولا الشفاء المقاول هزيدي اجتمعنا على السيد عامل الاكليم معنا السي مختار شهاب معنا السي اشقان معنا السي باشا مخصرها مع السيد العامل تراس الشمال قلنا وكالة ملكة في الشمال خسرت 150 مليون دولار قلت لك انا ما زدتش الى عام ونص يا قمصر عام ونص والسوق مبلج وسمعنا السبان لا صار مشكل مرينا كذا صداع اسمعني ملي مشيت للداخليه السيد الوالي مشكور انا كماله جات الحساب الجماعه دابا غادي نطلع انت نمشي عاد نعطيهم الفلوس حتى حاجه ديالي عاد الشابيتو اللي مبني في المرينا وهذا المقاول مسكين يستنى 150 مليون عطيوها ليهم جا السي جاو الهمات العمالة والولاية قام الشمال لجنة كبيرة وفي المستوى وقال لك سلطوا فلوسهم رفض بجاه انا هالو نظرا لان عنده الحق ظل كما شي حاجة تما ديك الجنحي اللي بالريح دابا عاد قال لك هذا الريح كذا عيسى قال لك ديك الدراك هذا الريح الشتا الشعر عاود قال لك لا حنا خصنا الحوانس على الشكل التالي بحال الناس وطنجة ولا ما حناش الناس إلى معاها مزيد زيد 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 وصلنا لواحد الحل مشينا عند وزير التجارة والصناعة مشكور الصديق العزيز واستشفنا طلع 400 مليون باش نعاونوهم كل مستفيد 5000 درهم اللائحة هذا ماشي حنا سربناها بصح اللائحة اللائحة سربتها الجمعية 5 جمعيات والسلطة وهذيك القايد باش ما نعديش على يمين من نزهة من الناس اللي بيمحوا وعاد جات عند السيد باشا محترم والاخوان وقلت مع الناس ديالنا وكل ورقة عملوا عليها شحال طوبة انا 5 طوبة 5 جمعيات 5 طوبة بعد ما شفتوا القاعدة ما فيهاش شي اسم اسمع واحد واحد اللي مع تحرم اللي يسرق لي جوال نسرقوا معاهم تبقى شكل حنا كنقول لكم هنا زال بقى حنا ما دخلناش نعم الرئيس عنده تقريبا حنا شنو عاد الناس اللي جاو وفعلا كانوا تما راه حنا غادي نوصلوا لهنا نعطيهم لائحه اضافيه الرئيس اللي جاو عندي في البلديه وجاو الرئاسه والرئاسه شكرت ديك اللائحه وعدينا مع السلطه كذلك ومع المجلس مع اللجنه وعاد يجمعوا عطوا لهنا وانا اللي غنوصل كرئيس جماعه مع الاغلبيه التعلم اللي معي ماشي معارض معارض ما كيعطيش معارض عندها الهرم وتخسر الكلام حنا اللي غنعطيك لان المشرع عطانا الصلاحيه والساكنه طوبينا الثقه وهذا اللي باع لحد الان شا
شو واحد تضع على انه وضع حقه ما كيناش ومن ناحيه كملوا هذوك اللي بقاو خطيين هذا نصفه واللي شب عندنا واحد مجموعه ديال المعاقين واللي جالس الاحصاء عندنا واحد مجموعه الناس خرجوا الحبس عندنا واحد مجموعه الناس اللي كذا معطلين عن نصفهم وهذا الطوب ديالي واللي كيقول كاين سياسه مع الملف تحبسوا يديك انا اللي عقل الاخوان الملف ما فيهش غرام الشكل نعم كان واحد الاشكال ماشي بالمرينه ولكن عندنا بين النظر وانقذنا الموقف في جهه الجمعيه خرج من واحد اللائحه جبرنا فيها شي عائلات وكذا عندنا النظر تقريبا غادي نديرو الدوره باستثناء هذا الموضوع وغادي نديرو ملحق اسواق الاخوان باش نبقى كنجدودين المرينه قالوا خصنا نديرو حوادث راه دابا قدام القرار اللي يخدم معاهم معسكر القديم مشي سكريني وشكون بقى ما حصلو 50 مليون راه دار السبه حنا بالنسبة للسوق الجميكة بقى لنا فيه واحد حوالي واحد 5 ولا 6 مليون اللي غيصير عملنا سلطة عملنا سلطة الحاج بقى يوجدو ما بغيناش نسرعو الوتيرة ونديرو شي مشروع هذاك وكان شتا شو شحال من جلسة قلت معايا مسار الله شحال من اجتماع سليمان شحال من اجتماع عملتو السي حميدي شحال من اجتماع عملتو مع الباع السي كوك غياب ديالي عالم قدم وسط صار في الوقت ديال الناس يعيشوا عيش كريم يعيشوا عيش كريم ما بغيناش حنا شي حاجه تقص هاد الناس وحنا عندنا المساعد ديالنا اللي كيشتغلوا بها لكن اغلبيه غادي يشتغلوا وغادي يدوش هكذا